بداية بدنا نعرف على ضيفنا الحيز على ماجستير من العراق ودكتوراه جامعة جي ال يو امريكا، تخصص بأمراض جلدية وعقاقير طبية. بدأ البحث عن بدائل العقاقير الطبيعية لتحقق النتائج المطلوبة للمريض من دون الخضوع إلى جراحة تجميلية، حيث استخدمت هذه المستخلصات الطبيعية من النبات والحيوان والبحر لعلاج أمراض البهاق والصدفية والإكزيما والصلع، حتى أنه بدأ بإجراء أول تجاربه على نفسه، إلا أنه نجح بالوصول إلى علاج هذه الحالات الصعبة اللي بتعاني منها بعض الأشخاص لسنوات عديدة دون التوصل إلى علاجها بعد عدة محاولات عديدة ومضرة. أهلا وسهلا بالدكتور باسم الحسناني، السلام عليكم. منرحب فيك معنا بالاستوديو، نحب التعرف على أعمالك وأبحاثك اللي أجريتها بسنوات من العمل بإنتاج العقاقير الطبية الآمنة لتحقق الشفاء من الأمراض الخطيرة والعديدة والتي تصلح لجسم الإنسان بأشواط عديدة وكبيرة من المواد الكيميائية. بانتشار الأمراض الجلدية الخطيرة تؤثر سلباً على صحة الإنسان من الناحية الجسدية والنفسية. مثل ما بنعرف، انشهرت بعلاج مرض خطير هو مرض الصدفية اللي حاول عدد كبير من الأطباء أن يعالجوه وما قدروا. فيك تخبرنا عن أسباب إصابة هذا المرض وتأثيره وكيف فينا نعالجه؟ أولاً أرحب بكم مرة أخرى، ومن ثم أنت تتحدثين عن السورايسيس وهو الصدف. هذا ما يسمى بالكانسر الحميد، وقد بدأت إصابته في العالم العربي أكثر من إصابته في العالم الغربي، رغم أن أمريكا تعاني منه أكثر من ملايين وخاصة الجيش الأمريكي المصاب بالصدف. السورايسيس من الأمراض الصعبة جدا، اكتشف له علاج عام 2003 وثبتت 5071 حالة في منطقة الخليج والعراق وسوريا ومنطقة الصورة والصوت. والسبب الرئيسي والأولي، وكل دكاترة العالم يعرفون بأنه حالة نفسية أو تلوث جلدي قد يهمله شخص ما، تظهر حبة في جسمه ومثل ما تتطور، ولكن كسبب رئيسي هو حالة نفسية، وهو أنواع مختلفة من الحمراء، الصدفية الحمراء ومنها العنيفة ومنها الصدفية الخفيفة البسيطة التي تصيب أجزاء محددة من الجسم ما أن تترك تتطور وبالتالي تصبح غير قابل للشفاء. والعالم حاليا تحديدا لم يستطع ان يصل الى شيء، ولكن حتى اختصر الحديث، لدي 5000 حالة موثقة صورة وصوت من العراق الى الكويت الى السعودية الى مصر ومن ثم الى لبنان ودبي، وباستطاعة حضرتك ان ترويها وتعرضيها على القناة التي تريدين عرضها عليها حتى تتحقق منها لجان طبية وأخصائيين متخصصين في هذا المجال وبالمواد الطبيعية، وقد روج علاجا داخليا وخارجيا، وهذا ليس بكلام إعلامي. شو هي أهمية المراهم لوصفة العلاج لهذا المرض وكيف أثرت على حالة المريض؟ المراهم أو الكوزمتيك هو معمل أنا أنشأته بدءا في سوريا، ومن ثم انتقل هذا المعمل إلى مصر الجديدة. المستحضرات وكل الكوزمتيك هو مستحضرات شخصية أنا أقوم بتركيبها تركيبا علميا كيميائيا خاضعا لمختبرات بالتعاون مع بعض الأصدقاء والزملاء لغرض إنتاج منتج طبيعي هاربر خالي من المادة الكيميائية قادر على أن يقوم بشفاء كثير من الأمراض الجلدية ابتداء بالتجميل وانتهاء بكل الآفات الجلدية التي يعاني منها العالم العربي أكثر من الغربي، لتعرض العالم العربي إلى مؤثرات خارجية إضافة إلى الحروب وما لحق بالعالم العربي من متغيرات جوية وكذلك متغيرات هرمونية. فلذلك أنتج منتجات وسميت منتجات جمانة الكويت والتي وزعت على جميع أنحاء الخليج، وهي نتائجها واضحة، والغريب فيها أنها كلها تستخدم
في مجال التجميل، واقصد التجميل بيشمل تجميل المرأة، تبييضها، نقوها، نحت الخشن، نحت الشفاف، الخدود، ما إلى ذلك، استغناء عن بقية العمليات التي يقوم بها على شكل جراحة أو على شكل شد أو على شكل بوتوكس، سرر، لوجين. هذه أصبحت ليست من عملنا، هذا تغير جديد، وليس لدي أنا فقط. هناك أكثر من 300 بروتش بريطاني، بروت بريطاني وأمريكي، منها الدكتورة سالي دولن، هذه اللي تمتلك مركز يبلغ 18 دورا تستخدم 33 عاما هذه المواد، لأنها حققت نتائج، وأنا في نفسي أعتبرها ثروة بديلة للنفط العالمي العربي. وطالبيني بكل شيء تريدين أن تتحققين منه، ما إذا كان هذا التجميل بواسطة المواد الكوزمتك المستحضرات الطبيعية واستخدام الأجهزة الإلكترونية والكريستالية بديلا عن الإشعاعات البيزنس. طيب، هل هناك اختلاف بين طرق العلاج تتبع للمرض بين طفل أو مسن أو شاب؟ يعني أنت تقصدين الأعمار؟ لا. هناك اختلاف في تحضير المستحضر. هناك جرعة تحضر لعمر معين، وهناك جرعة تحضر لشخص عمره يبلغ 20 وشخص يبلغ عمره 40. هناك شخص مصاب بالصدف من 25 سنة، وهناك شخص مصاب بالصدف منذ 10 سنوات، منذ 3 شهور. هذه عملية تحضير الكوزمتيك يكون بنسب معينة ومعايير معينة. هناك كتب بحث بيني وبين الأستاذة حليمة الكندري صاحبة المركز الثاني في حولي، حول مثلا طبقات البشر في كل مجتمع عربي. في الكويت هناك طبقات البشر، الطبقة تقسم إلى طبقات متعددة علميا. فهذا البحث كتب بيني وبينها، أشرفت عليه أن طبقة هذه المرأة كذا، وطبقة المجتمع الكويتي كذا، وطبقة المجتمع السعودي، بسبب متغيرات الجو الموجودة في العراق كذا، في لبنان كذا، في دول أوروبية كذا، فوضعت علمية خاصة في تقسيم وتحديد أين تحتاج بشرة لوجين، بشرة فلانة، بشرة فلانة. هذا كله في بس حساسة وفي جافة وفي أشكال من أنواع البشرة التي بالإمكان أن نستخدم مستحضرات خاصة لكل بشرة لا تسبب لها أي أضرار جانبية وأقصى السن. ليه تعتبر الصدفين الأمراض الخطيرة صعب المعالجة بسهولة؟ الصدف حالة نفسية يتعرض لها الإنسان، والصرايسيس من الأمراض الصعبة جدا، والدليل أنها صعبة لم يصل إليها العالم. أنا أعرض الآن عليك حالات، وهاتيني دكتور وليكن ليست في عربي استطاع أن يزيل الصدف حتى ولو لشهر واحد، ولكن هناك وضعنا برنامج خاص لإزالة الصدف خلال 31 يوما، وهذا ليس بكلام. طالبني بشيء، هل هناك فعلا يزيل الصدف؟ على أن يلتزم المريض بهذا البرنامج، ومن ثم يبدأ بعملية تنقية الجسم شيء فشيء. هو وصل تقولين لي صعب، هو كانسر حميد وربما يصل إلى العظم ويصبح الإنسان في عداد الموتى إذا ما ترك، يصل إلى عداد الموتى إذا ما ترك الثرائس الصدفية والمحافظة الفقاعة والأجزمة. ولكن تسأليني هل حققت نتائج في ذلك؟ أقول تعالوا وأعرض عليكم، والأشخاص موجودين ومعروفين ممن عرض وممن لم يعرض، وهل فعلا شفي منذ عام 2003 أم لم يشفى؟ فنحن لا نقصد النباتات هذه اللي تباع هنا وهنا، هذه مركبات زيتية نباتية مركبة علميا خاضعة لمختبرات علمية، كان تكون نفس الصيدليات الآن الموجودة حاليا في جميع أنحاء العالم. هذا الكوزمتك والمستحضرات الموجودة هي أصلها يعود إلى نباتي وحيواني وبحري، ولكن هناك إضافات كيميائية قد تسبب
أعراض ثانية فيش ننسى. نحن لم نفعل شيء، فقط أخذنا تلك المؤثرات ومن ثم فعلنا أن تصبح هذه غير مؤثرة على بشرة الموت. ننفخ خلود بدون أن نغص خلوجي، نرفع الحواجب وهذا من حق المرأة أن تجمل دون أن نضع أبرة، ممكن جهاز سحب مع مادة كوزمتيك. وأود أن أشير بحالة معينة وضرورية أن الجهاز أجهزة عالمية الآن مستخدمة، خلي يكون في علم أي شخص أنها الجهاز له 30%، ولكن الفعل والشفاء والتأثير يكون لمن؟ للكوزمتيك المستحضر، المستحضر ماذا يفعل؟ أما أنا أنحت جسمك، أنحت أماكن أنت لا تريدها عن طريق الجهاز، ولكن من اللي يؤثر؟ التأثير لمن؟ للمستحضر الذي أستخدمه. فذلك الصدف شيء عنيف، شيء لم يستطع العالم. أنا أمامك الآن وهاتي لي لجنة طبية تضع أمامي 10 حالات أقوم بالعمل على أن أنهيها خلال 31 يوم، وأتعهد بأن تبقى خالي من الصدف لفترات طويلة من السنين على شرط أن تنقي جسمك وأن لا تتعرض لأجواء فيها نوع من اليورانيوم وغيرها، وبرنامج خاص مثبت ومطبوع ومثبت هذه التعليمات تعليم علمية، ومن ثم من 2003 لحد الآن موجودة أناس موجودين لم تعد صدفية، بينما الغالب يقول لك لا علاج للصدفية، لا هناك علاج وموجود للصدف والبغاء والأجسام وذات الفقاعة وموثق منذ عام 2003 وحتى هذه الساعة، وطالبوني فيها وأنا مسؤول عن كلامي. لكن أن يترك العلاج أو يتقطع فيه ولم يستخدم منقي خاص هذا ليس من مسؤوليتي، ولكن هذه حالات وقد قررنا أن نعرف مجموعة حالات في الجامعة الأمريكية ونطبق ونترك هذا المريض سنين ونرى ما إذا كانت الصدفية قد عادت أم لا. وأعرض لك 5000 حالة من 2003 وحتى هذه الساعة ابتداء من سوريا والعراق والخليج، وأنت تلحق خيما إذا كان فعلا هذا أم كلام غير حقيقي، وبمادة طبيعية ليست مستحضرة، ليس مستحضرة الدرمودين والناتون والدوكين وما إلى ذلك من المراحل، هذه التي توضع لفترة قصيرة ومن ثم تبدأ عملية ظهورها باليوم الثاني تحت الصدفية. الصدفية كانسر حميم وعلاجها وجد، والمنتج اسمه منتج جمال الكويت في جميع أنحاء الخليج الآن بدأ ينتشر، وهناك وكلاء خاصين فيه إضافة إلى المراكز المفتوحة التي هي في الخليج والعراق قريبا ولبنان. نقص المناعه والمؤثرات الجويه بتؤدي الى تسبب امراض عديده مثل الاكزيما. كيف بتوصف لنا هذا المرض وشو تاثيره وكيف فينا نعالجه؟ العرب يعيشون تحت تاثيرات جويه مختلفه في جميع انحاء البلاد العربيه. الكويت تختلف، سوريا تختلف، هذه تسبب امراض جلديه كثيره وافات جلديه. اما الاكزيما فهذا الذي اصبحت بمرض، هي ليست بمرض. اما ان تصاب المراه نتيجه نقص مناعه او بسبب حركتها واستخدامها او الغسيل او الماء، هذه تسبب اكزيما، والاكزيما ليست لا تطيل عندنا في العلاج اكثر من اسبوع واحد تنتهي الاكزيما، ليست بمرض كبير. وهذه مادة طبيعية بدون مؤثر، هي إما خلايا جديدة تتلف وبالتالي تعاد مرة أخرى بمرمم خاص ركب لغرض إزالة الأكل. هناك مراكز عديدة، وأنت سألت سؤال قبل اللحظات أن مراكز في ألمانيا 350 مركز، هناك دكاترة متخصصين تحولوا هذا التحول في أمريكا، في بريطانيا، في البرازيل، في أكثر من دولة أوروبية، ولكن الفرق أن العرب يمتلكون تلك المواد التي قادرة أن تركب تركيبا علميا طبيا، وهي هذه دروس تعطى في كلية الطب وكذلك في الصيدلة. دكتور، شو الفرق بين اسلوبك الخاص بعلاج الصلع وعملية زرع الشعر الصناعي او الطبيعي المنتشر بشكل اختلع عام حتى اختصر، تحدثت الكثير عن الصلع اختي في عام 2003 اخترع 3 مركبات مخاط B1 وB2 وB3 بغرض
احدهما يفتح المسامات والثاني يقوم بعمليه تنميه والثالث يقوم بعمليه اطاله الشعر سواء كان مصاب بالثعلبه او بالصرع، يبدا بانبات الشعر والحواجب والرموش دون اي جراحه حتى الجراحه تعرفين انها تقطع من العصب ومن ثم تبقى منطقه العصب قد غير محس فيها لفتره من طويله من الزمن 6 اشهر. ولكن هناك بعد ذلك بعد عام 2012 بعد ان حضرت الدكتوره مجاعل اخترع جهاز تنقير ساعرضه عليكم يقوم بتنقير تلك المنطقه وتنشيط البصيلات خلال جلستين ومن ثم يبدأ باستخدام البخاخات هذه يصبح شعره طبيعي وبامكانك ان تحضري لي اصبح واحد هنا في موجود لديك وانا اقوم بتلك العمليه وترين ما اذا كان هناك شعر ام لا وثابت وليس شعرا كما يستخدم في الكورتيزون يظهر بعض الشيء ومن ثم يقع. هناك حالات في الكويت ومنها اصعب حاله اجريت هي حاله الطالب في كليه الهندسه عبد الله العجمي الذي في دبي عملت ثعلبه عنيفه ووالدته طبيبه معروفه ارسل الى دبي وهو يائس من كل شيء وها هو عبد الله العجمي على صفحتي في الفيس يحترف وكل زملائي يعرفون انه كان مصاب بثعلبه عنيفه والان شعره طبيعي اكثر من شعري حسن. فهل ينبت شعر جديد لمن يعاني من ظاهره السلع بعد الكبير؟ بعد استخدام استحضاراتك؟ يعني بالعمر الكبير اذا كان عندنا صلع مش بخص العمر او اذا كان كبير كمان نحن اثبت انه بعد الستين قد تطول المده نعم ولكن لا علاقه بعمر الرجل بالشعر. نموه يعني كل ما يكون صغير كل ما يكون اسرع وخاصه المراه فروتها تكون رقيقة بإمكان الشعر أن ينمو ويكثر ويطول من حواجب إلى رموش إلى شعر طويل إلى أنبات ولدي حالات كثيرة بإمكاني أن أريك هذا الفيديو عديدة عريضة لنساء من كل أنحاء الوطن العربي ما فيها مصر والخليج تحديدا والعراق كيف أصبح شعرها شكلا رائعا وأنبت دون أن أقوم بعملية أي زراعة أو جراحة. نعلم جميعا أن معظم النساء والشباب تخضع لاستخدام الليزر نظرا لبعيد البشرة للشباب والنضارة. شو رأيك باستخدامه وجلسات التجميل بإعادة النضارة المفقودة للبشرة في الوجه؟ أنا لا أعترض على الليزر إطلاقا واستخدام الأجهزة وأنا أستخدم السيتو وأستخدم الكريستال وأستخدم أجهزة إلكترونية كبيرة. ولا أنا لا أعترض على من يستخدم مع احترامي وتقديري لجميع من يستخدم في هذا المجال ولكن اريد نتائج حققت ازاله الكبد، اريد نتائج حققت ازاله النمش، اريد نتائج حققت ازاله البقعه السوداء، اريد نتائج حققت البقعه المتفرقه في جسم المراه في اي اماكن حتى غير المرغوب فيها، اريد نتائج حققت ازاله الشعر في جسم المراه في اماكن متعدده في وجهها، في جسمها، اريد نتائج أنا استبدلته بكوزمتك ومستحضر قادر على إزالة كل التبقعات والتأكسدات في جسم المرأة من وجهها حتى قدميها تحت أشعة الشمس ودون استخدام أي جهاز يحمل إشعاعات ليزرية بلية كريستالية وإلكترونية وبما فيها عملية نحت الجسم وتقسيم إلى 3 أقسام بدون أن نستخدم تكميم أو حلقة أو تحويل مسار وبالتالي أصبح هذا أفضل طبيعيا ولم يؤثر على جسم المرأة ونسحب كل السوائل والشحوم عن طريق البودرة ومعروفة في الكويت والخليج أنها تسحب الشحوم والسوائل عن طريق الخروج والإدرار وبالتالي حققنا شيء للبشرية هو أفضل من أن أقص الكبد وبالتالي تصبح المرأة هزيلة وتصبح تهطلات الجسم غير طبيعية أن صدر المرأة يصبح مهطل جسمها الجلد جزء من العظام الذي يحتاج إلى غذاء أكثر من بقية العظام. طيب هذه المعدة أنا أقطع نصف المعدة أو ربع المعدة وبالتالي تدخل مواد غذائية غير كافية على تغذية جميع أعضاء الجسم وأولها الجلد الذي هو عرضة يتعرض لكثير من المؤثرات الخارجية والمؤثرات والحركة وما إلى ذلك والشمس مع انه كل علاجاتنا تحت اشعه الشمس لاننا لا نخاف من التاكسد ابدا وهذه الحالات اللي امامنا هذه
هذه الجمعية في لندن مع الدكتورة سالي دورن والتي خبرتها أكثر من 33 عاما واستعجبت لما أجري بيني وبينها وبرت عقدا علميا نتعاون منذ عام 2013 و12 وهذه المرأة ظهرت على قنوات بريطانية وعلى شبكات الإنترنت وباستطاعت حضراتكم أن ترون النص واعترفت بأن ما وصلت إليه هو ما لم يصل إليه العالم في الأمراض الجلدية والتجميلية ودون أن أستخدم جراحة قد تشوه هنا وهنا وأبر خاصة ببوتوكس والكريتين إلى آخره هي فترة من الزمن يتعطل ومن ثم يتشوه. خبرنا عن افتتاح الفضائية جمال الكويت. هذه هي التي سيكون أنت وأستاذ نادر وبعض الأصدقاء من يجيك هذه فضائية ستكون في مدينة الإعلامية في دبي اسمها فضائية جمانة الكويت الطبية للاستشارات وكذلك لعرض الحالات الكثيرة وإضافة إلى المركز في دبي والمركز في الكويت وفي لبنان البحرين هذه مكملة للمراكز التي ستكون فضائية تظهر حقائق حقيقية. شو بيعني لك اعتراف المستشارة البريطانية باللقب؟ بعد الدراسة في جامعة جي ال يو الأمريكية منذ عام 2012 في تقديم 19% اتصلت المستشارة الدولية ساري دورين بسبب تبلغ من العمر 66 عاما أضف إلى خبرة 33 عاما عالجت الكثير من الأمراء وأثناء الدراسة كان هناك تواصل عن طريق الدكتور في الجامعة الأمريكية في بيروت ومن ثم التعرف عليها ورأت الحالات واستغربت تلك الحالات وعرضت عرضا وعقدا لغرض التعامل معها والعقد موجود الآن وقائم وهناك اتصالات مباشرة معها وهناك زيارة لندن بعد 3 أشهر للبحث في كثير من الأمور الجلدية والتجميلية وأعطتني في وقتها شهادة تقديرية عالمية وأبدت رغبتها في التعاون في منطقة الخليج وأعطتني استشارات مجلس التعاون الخليجي شخصيا وكذلك قامت بمنح السي بي دي فور لبل حول الحالات التي قدمتها لها وهي امرأة خبيرة جدا ولكن قالت أن ما وصلت إليه لم يصل إليه العالم حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لكم ولقائكم وسنراكم مرة أخرى بإذن الله وقريبا في مؤتمر دبي الكبير ستكونون إن شاء الله موجودين أمام 36 فضائية سأعرض فيها أكثر من 10,000 حالة موثقة حتى يعرف العالم العربي والعالم بأجمعه أن العقول عربية. Thank you.